نقعد مشغول دي من الساعه 8 كده للساعه 2، نعمل 10 حصص كده ربنا يسهل كده، وقاعدين كلنا مع بعضنا وشغلنا كويسه وفتح البيت. الجريد من النخل والسمر ده بقى من في رجاله بيجيبوا من بلد بعيده، من السويس، من الصعيد، من الانطره، حاجات يعني من بعيد. بيجيبوا الجريد ده بيقطعوه من النخل ويسيبوه ينشف ويرجعوا يقشروه تاني، يبقى عليه قشر الحص ده، ونكسروه بقى حقاف ونشتغلوا بيه، نعملوا الحص. كل ما الحصيله تخلص نربطه على واحده ونبدو على واحده. الجريد لازم يبقى ناشف عشان الحصيله تبقى حلوه وما تعفيش، يعني نجيبوه نوقفوه ينشف شويه ونفلقوه بقى ونشتغلوا بيه.